ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك أحمد، ما الذي يجري على الحدود اللبنانية؟ هل من وتيرة مختلفة هذا اليوم؟ نعم، تحياتي لك. في البداية بالفعل هناك وتيرة مختلفة عبر قيام حلال اللبناني بإطلاق قرابة 62 صاروخا من القطاع الأوسط في الحدود الجنوبية اللبنانية تجاه هدف لأول مرة يتم استهدافه في العمق الإسرائيلي، وهو قاعدة جوية أو قاعدة للمراقبة الجوية والتحكم. وربما تكون هذه أو هذا الموقع وفقا لبيان حزب الله له أهمية قصوى لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنه المركز الوحيد للتحكم في منطقة الشمال الإسرائيلي، كما أنه أحد مركزين فقط على كامل أو في كافة قطاعات الجيش الإسرائيلي. فربما هذا الموقع له أهمية بالغة، ويأتي في إطار ما وصفه حزب الله برد أولي على عملية اغتيال صالح العروري وعدد من مرافقيه بمسيرة إسرائيلية أو بصواريخ في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. إذن هذا الرد الأولي ربما سيكون له العديد من التبعات، أو التبعات التي بدأت بالفعل. هناك قصف مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في القطاع الأوسط، من بينها مارون الرأس وعيترون، وأيضا عيد الشعب وعدد من المناطق الأخرى جراء عملية الاستهداف التي نفذها حزب الله. بالأمس كانت هناك كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتي توعد فيها برد قاس، وأكد أن الرد سيأتي لا محالة وسيكون من الجنوب اللبناني، مؤكدا أن الرد سيكون للميدان. وبالفعل الميدان في الجنوب اللبناني شهد إطلاق كمية كبيرة، ربما هي الأكبر منذ بداية التوترات على الحدود اللبنانية الجنوبية في 8 من شهر أكتوبر الماضي. هذه المجموعة من الصواريخ التي أصابت هدف برضو يصل في العمق الإسرائيلي لأول مرة خارج قواعد الاشتباك وخارج الدوائر التي يتم استهدافها على مدار الأسابيع الماضية. وبالنسبة للشعب، يعني المواطنين اللبنانيين، هل هم مستعدون لهذا التصعيد الأخير وللرد القاسي كما ذكرت من حزب الله؟ ربما الشعب اللبناني أعلنها مرارا عبر أكثر من وسيلة بأنه لا يريد الحرب. لبنان لا يريد الحرب على كافة مستوياته، سواء مستوياته الرسمية أو مستوياته الشعبية. لبنان يريد إفساح المجال للجهود الدبلوماسية من أجل حل الأزمة في الجنوب اللبناني والتطبيق الكامل للقرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي والصادر عام 2006. اليوم هناك زيارة مهمة لمسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، سيزور العاصمة اللبنانية بيروت، وسيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وأيضا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وأيضا وزير الخارجية. وسيكون هناك مؤتمرا صحفيا، وهو الممثل الأعلى لسياسات الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي من المقرر أن يصل إلى العاصمة بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة. ربما هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود وتمسك الدولة اللبنانية بالجهد الدبلوماسي من أجل احتواء التوتر ومن أجل تجنيب لبنان حرب شاملة مع إسرائيل، وإن كانت هذه الحرب يتم التهديد بها من قبل الجانب الإسرائيلي في أكثر من مناسبة. وربما أيضا ما حدث يوم الثلاثاء الماضي من إطلاق صواريخ على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت هو جزء من هذا السيناريو، أو مشهد مصغر لما يمكن أن تكون عليه العاصمة بيروت في حال دخول حرب شاملة مع إسرائيل. فهناك مخاوف كبيرة، ولكن هناك آمال أكبر بإمكانية احتواء هذا التوتر عبر الطرق الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة للحكومة اللبنانية، هل من تصريحات صدرت بعد هذا التصعيد؟ ربما التصريحات الرئيسية للحكومة اللبنانية بعد استهداف الضاحية الجنوبية كانت تتمثل في تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، لأن العملية لم تستهدف فقط قادة من حماس، ولكنها استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت بشكل واضح، وهي منطقة سكنية ومنطقة حيوية جدا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وأيضا تهديد الملاحة الجوية، حيث وقع الانفجار أو وقع الاستهداف الإسرائيلي على بعد لا يزيد عن 5 كيلومترات من مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، وهو المطار الوحيد للدولة اللبنانية. ايضا هذا الانفجار جاء في توقيت ربما كان هناك احتفالات في العاصمه بيروت بقدوم العام الجديد، واعطى هذا الامر رساله ربما سلبيه وقويه جدا
للمغتربين الذين كانوا يمضوا أجازة عيد الميلاد في العاصمة بيروت. فكانت هناك التحركات الرسمية عبر شكوى لمجلس الأمن الدولي وعبر الإدانات المتكررة على لسان كافة المسؤولين اللبنانيين لمثل هذا الأمر. إذا سألتك أحمد، ما الذي يريد المواطن اللبناني حاليا؟ ما هي قائمة أولوياته؟ قائمة أولويات المواطن اللبناني يأتي على رأسها الأمان والأمن، عودة الأمان والأمن لكافة الدولة اللبنانية، ثم الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ينهي الفراغ الرئاسي المستمر للعام الثاني على التوالي، أيضا تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات عقب انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتكون هذه الحكومة لها كافة الصلاحيات في إجراء كافة الأمور التي تحتاجها الدولة اللبنانية، ثم البدء فورا في الإصلاحات الاقتصادية التي تفضي إلى تحسن للوضع الاجتماعي، حيث يعاني المواطن اللبناني على مدار السنوات الأربع الماضية من أزمة عميقة وكبيرة ومركبة، سواء اقتصادية ومالية وأيضا انعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية، فضلا عن أزمة الجمود السياسي التي تعرقل التوافق حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعرقل التوافق أيضا حول ملء الفراغ في عدد من المقاعد أو عدد من المناصب الهامة في الدولة اللبنانية، مثل الشغور في حاكمية مصرف لبنان والذي تم ملؤه بشكل مؤقت، وأيضا الشغور في عدد من المناصب القيادية التي ربما هناك عدد منها لا يزال الشغور فيها قائما، وهناك عدد آخر هناك محاولات لملء هذا الشغور ولو بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فالشعب اللبناني ما يريده خلال الفترة المقبلة هو الأمن والاستقرار على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي. نعم، يعني كيف يرى المواطن اللبناني دور الحكومة اللبنانية في هذا التصعيد؟ هل هو راضي عن أداء الحكومة؟ نعم، ربما رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أعلنها في بداية هذه الأزمة وهذه التوترات على الحدود الجنوبية، حينما قال أن حكومته لا تمتلك قرار الحرب والسلم، فإن قرار الحرب والسلم في يد فصائل المقاومة الإسلامية الموجودة في الجنوب اللبناني، ولكن هناك مفاوضات مكثفة يجريها واتصالات مكثفة أجراها بالفعل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من أجل احتواء هذا التوتر عبر الطرق الدبلوماسية. هناك العديد من اللقاءات، هناك العديد من الزيارات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، وربما مجمل هذه الاتصالات يصب في إطار التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006. هذا القرار الذي صدر وأنهى الحرب التي كانت بين لبنان وإسرائيل عام 2006، وكان بمقتضاه يمكن أن تنتهي إلى الأبد فكرة التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة البلدات المحتلة. هناك أكثر من 13 نقطة أو 13 بلدة لبنانية تخضع للاحتلال الإسرائيلي، وهناك العديد من الاستفزازات في هذا الأمر. هناك أيضا العديد من العمليات التي نفذها أو الانتهاكات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية. لبنان رصد منذ إصدار القرار عام 2006 وحتى اليوم أكثر من 30 ألف انتهاكا للقرار 1701 من جانب الجيش الإسرائيلي. أشكرك، هذا هو المطلب أو المسعى الأساسي للحكومة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على هذه المعلومة.